عدنا مرة أخرى مشاهدينا، وتقريرنا اللي جاي دلوقتي عن استعدادات المصريين لاستقبال شهر رمضان الكريم. خلينا نشوف ونعود مرة أخرى. المصريون ينتظرون شهر رمضان من العام للعام، الكل يستعد لشهر الكريم سواء بالتقرب إلى الله وكثرة العبادات أو بشراء يميش رمضان وحلوياته الجميلة. نصلي ونصوم ونزكي ونقابل ربنا في وجه شهر كويس، شهر كريم. التقرب لله في رمضان وغير رمضان. شهر المغفرة، شهر التسامح، شهر القرآن الكريم، شهر الناس تحب بعضها. جبنا بلح وجبنا تمر وجبنا حاجات كلها بتاع رمضان. بالقمر الدين بقى واليميش وكده، وبرده من الأول وفي الآخر القرب من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بقراءة القرآن واستعداد إيمان، يعني الواحد بيستحضر حواسه للإيمان أكتر. فانوس رمضان هذا العام له أشكاله المبتكرة التي ملأت الأسواق ويقبل على شرائه الكثيرون. البعض اعتبر أن أسعاره في متناول الجميع، وآخرون اعتبروا أنها غالية إلى حد ما. جبنا فوانيس طبعا زي كل سنة، وجبنا مكسرات وياميش رمضان بس، واشترينا أكل كتير. هي الفوانيس غالية شوية بس مبتكرة قوي. طبعا الفوانيس ده شيء أساسي كل سنة، حتى لو فانوس السنة اللي فاتت موجود لازم نجيب فانوس جديد. الأسعار يعني معقولة زي السنة اللي فاتت تقريبا، يعني مش فرق كتير يعني. والله الأسعار طبعا مرتفعة بالنسبة للغلاء، وده العادي يعني، لأن بقية الأشياء كلها مش الياميش بس، كل الأشياء غليت يعني. أسعار كويسة الحمد لله رب العالمين إلى حد كبير يعني، وفي حاجات غالية وحاجات رخيصة. شهر روحانيات والتسامح والكرم، الناس تستقبله بالفرحة والسرور، والأطفال يستقبلونه بمزيد من البهجة والمرح.